ده في فير بلاي نحكيو على انطلاق انديتنا التونسيه في الاستعداد لبطوله رابطه المحترفه الاولى. انطلاق البطوله اكيد مازالوا تقريبا حوالي شهرين على انطلاق البطوله، الانديه بدات في الاستعدادات. باش نحكيو حتى هو على الاولمبي البلجي، معنا بالتليفون الكوتش شهاب ليسي. شهاب اهلا بيك. مرحبا خويا سلام، مرحبا مستمعين اكسبريس اف ام. شنو احوالك؟ شنو الامور؟ والله صباح لاباس، مادام نخدموا والنشاط متواصل وقت هكا هو معيار الصحه الجيده والليمور الليمور يعني الجو شتقول ليمور يا سلام. ظل ولي تركز في كل كلمه سي شهاب على قد ما ركزوا معك على حكايه الفرنسيه. لا والله لا، ما بنحب نوصل خاطر هو الغايتي مش نرضي اللي ينتقدوا ما ينتقدوش، غايتي يعني نوصل المعلومه هكا. ليمون المزاج هكا. المزاج يكون باهي وقت هذاك. باهي شنو حوالي الاولمبي البيجي بديتوا في التحضيرات سي شهاب؟ احكي لنا شويه عن انطلاق البريباراسيون. والله احنا سيتي بريفي نبداو يوم 1 جويليا نظرا ل صارت تسكير باجا وصارت بعدش المشاكل نتاع تفشي الجائحة هذه، وخرنا التمارين وزيد وقع إيقاف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية وما ذلك، وخرنا التمارين يوم الثلاثاء اللي هو كان أمس. انطلقنا في التحضيرات بحصة مسائية أمس يوم 22 سبعة باش تستمر. قسمناها احنا المرحلة هذه اللي هي تعتبر طويلة 60 يوم من التحضيرات بدون احتساب أسبوع المباراة، لأن أسبوع المباراة عنده تحضير آخر. لذلك من هنا حتىش في يوم 19 باش يكون عندنا بريس 60 يوم من التحضيرات، هي تعتبر فترة طويلة، لكن زاد كذلك أحسن ما تكون من راحة، لأنه زاد الراحة لما تطول تكسر تأهيل اللاعبين أو إعادة تأهيل اللاعبين. لذلك 60 حصة هذوما باش تكون عندنا في الفترة هذه نتاع 60 حصة، قلت نتاع 60 يوم التحضيرات باش تكون فيهم 60 حصة بالضبط، يعني وفيهم 9 مباريات تحضيرية. باش يكون فما 2 معسكرات، معسكر أول باش يكون في عين دراهم نظر كذلك لمركز طرابلسات نتاع بورقيبة وقع إغلاقه نفس الأسباب الصحية هذه، وهذا كان منفذ لل او ملجا للانديه التونسيه الكل، كان في بعض الاحيان يستوعب على 6 و5 فرق في نفس الوقت بالكاليتي، يعني الظروف نتاع البنيه التحتيه على مستوى عالي. تبقى تسكر هذا وهذا اكيد باش يخلق مشكله للانديه التونسيه، لذلك خلينا خذينا عملنا ريزرفاسيون ان شاء الله مريقله في حمام بورقيبه، في حمام بورقيبه قلت في عين درام مركز طرابلسات تاع عين درام، باش يستمر 14 يوم. يمكن يقولوا المده طويله، وانا هذايا قصدها انه لما تطول المده نشوف اللاعبين كيف يتعايشوا مع بعضهم، كيف يلقوا الحلول مع بعضهم، كيف يتحملوا الضغط نتاع المعسكر. هذو مؤشرات من شأنها أنا فيما بعد تعطينا حلول إن شاء الله على المستوى الذهني خاصة. في المعسكر هذا باش يستمر قلت لك 14 يوم، باش تكون فيه باش تكون فيه خويا سلام 23 حصة تدريب. تقريبا سي شهاب كل شيء مسطر بورقة وستيلو حسب ما نشوف. أكيد باش تكون ما عندناش حتى مباراة تحضيرية من يوم 22 إلى يوم 23، حتى لما نقوم بالمباراة التحضيرية باش تكون مباريات بعقلية المباريات الرسمية. يعني ما دخلش اللاعب أو الفريق بدون تحضير بدني، بدون تحضير فني، بدون تحضير تكتيكي. باش نبداو أول مباراة ودية يوم على بومي ماتش باش يكون في ما خليك معايا مثال شيء مثال الشهر الاول، معناها حسب ما فهمت ما فيش مقابلات وديه هكا بالضبط، حتى المعسكر الاول ما فيهوش مباريات وديه. يعني احنا باش تكون عندنا اول مباراه وديه تروا ماتش، دوزيام ماتش،
معناتها باش تكون عندنا في نصف الثاني تاع شهر اوت يعني بعد ال بعد المعسكر الاول تقريبا قبل البطوله بجمعتين معناتها تبدا المقابلات الوديه هكا لا لا قبل بشهر بشهر شهر ونص اي انا غلط اي شهر ونص اي معناتها تقريبا شهر ونص فيهم 9 مباريات محسوب كل 3 ايام يكون عندنا مباراه الا 2 مباريات الاخيره اللي هي يوم 15 اليوم 12 ويوم 15 باش تكون هذوك فيهم اسباس نتاع سيكل نورمال نتاع اسبوع هذا قائم مزال وعملنا كما قلت لك عملنا 9 مباريات وديه اعطينا كذلك ايام الراحه للاعبين باش يكون عندهم التوقيت والتواريخ نتاع ايام الراحه حتى اللاعب يكون مركز ويكون عنده النهار الراحه نتاعه باش يقضي فيه شؤونه الخاصه ويكون ما بتصيرش دي بيرتيرباسيون او ما يطلبش انه يغيب في اثناء الفتره التحضيريه لانه انا نعول كثير على انه العقليه نتاع اللاعب لا تكون عقليه احترافيه انه هو مسخر للنادي للعمل نتاعو للشغل نتاعو اذا عنده اموره الخاصه يقدر يقضيها في ايام الراحه وايام الراحه عنده هي موجوده حتى يقوم ببرمجه شؤونه الخاصه هذه العقليه نحب ماذا بيا انا نرسخها عند اللاعبين انه تكون عنده الاوتونومي على مستوى تعامله مع شغله اللي هو بريوريتي يجي اسبقيه كلها للشغل نتاعو ومن بعد عنده امور ثانويه هذيك عنده الوقت باش يقوم بها. اعطينا فكره على الايفكتيف كوتش ظهر لي فهم برشا لاعبين مهمين غادروا الفريق كبرزهم ظهر لي مراد الهذلي كيف الجارديان سعد الهمامي تعرفش فهمي معويني على ما اعتقد ظهر لي فهم برشا لاعبين خرجوا. بالضبط وفما ملاعبيه خرجوا ملاعبيه خرجت نظر الانتهاء عقودها وملاعبيه خرجت نظر الانتهاء الاعاره نتاعه وفما شكون طلب انه يخرج كيما الهمامي معناتها مقتنع اللي هو حارس متميز شفته يلعب في كل الانديه اللي لعب فيها التونسيه ولا في الاولمبيك دي بيجا ديما يبقى مستوى متميز وراقي تبقى لما يكون اللاعب عندوش رغبه باش يكون موجود معاك تي با لوتونير هي حتى الفيفا ولات تعطي هو بدلته مع مستقبل الجيش انتم باللي غارديان جبتوا زياد الجبالي وهو مخضر اصعب الهمامي بالضبط هو على مستوى الانتدابات معناتها فما كيما قلت لك اللي خرجوا معناتها فان دو بخي ولا فان دو كونترا ابار الهمامي اللي خرج يحب يخرج ووقع تسريحه عوضنا بزياد جبالي كحارس مرمى كذلك عندنا الوليد خذيناه من حمام سوسه رياض جويني ستوبر زاد وعندنا مالك بولعابي كيف خذيناه مستقبل الجيش كان موجود في مستقبل الجيش لكن هو نهايه عقد عنده مع مستقبل الجيش وفما اللاعب الجزائري رضوان الشريفي وكذلك وامس وقع توقيع لاسامه بوقره من شيبه القروي اليوم قريت اخبار نتاع التخلي على ثنائي من بينهم مؤمن الرحماني صحيح هذا؟ منو؟ مؤمن الرحماني صحيح تخليتوا عليه هكا ولا لا؟ لا ما عنديش في الايفكتيف هذا يا سلام خويا ما عندك الجمله معناها انا ما عنديش جمله في الايفكتيف اللي بديت به معناتها من اللاعبين اللي يمكن غادروا الاولمبي البيجي من الموسم الماضي على كل دونك هذم هما مازلت فما انتدابات اخرى كوتش ولا مازلت تعرفش؟ لا مازال عندنا انتدابات لا مازال عندنا انتدابات اللي قاعدين نتحاوروا معها ما نقدرش نفصح بالاسامي طالما انا اعطينا المراكز على الاقل مثالش والله ايش نقول لك فما دوبلور ان شاء الله دي جون من 2002 كظهير يمين وفما لاعب وسط ميدان هجومي ودفاعي في نفس الوقت يعني روليور اكثر منه حاجه اخرى ومازلنا ان شاء الله عندنا اجنبي كذلك هذوما اللي هما فيهم سنين كوتا داخلين في 8 لاعبين او في اللاعبين الاجانب الموجودين في كوتا لكن فما لاعبين كذلك اور كوتا ديما نعمل سلام اني جو لاس ان برودوي بعد ما نخرج نخلي ان برودوي للكلوب الوغ لي جوار اوركوتا سوا تونيزيان يكونوا توانسه او اجانب
يقدروا أنهم في المستقبل القريب يأخذوا المشعل، أو حتى تقول المستقبل القريب نفس الموسم هذا يعني قادرين أنهم يعطيوا الإضافة. كان عملت في ملعب الجيبسي مع سعد بقيل وشاد الغرابة بالضبط. إن شاء الله لأخويا عندك الذاكرة، هذا ما اللي خلينا برودوي سبورتيف، عطاه فايدة للفريق ومفينانسيها زادة كي جابوا فلوس للفريق، وبعدين عطاو زاد اشعاع لتونس كما سعد بكير في الشامبيونز ليغ مع الزيرو. جاك بيسون مازال في الاولمبيك بيجي موجود امس تدرب، موجود هو واوكبوزو كانوا موجودين، تراوري جاء البارح هذا اللاعب الثالث مازال ما بداش يتدرب، لكن جاك بيسون درب امس ودرب اليوم الصباح ويدرب ان شاء الله العشيه، موجود هو واوكبوزو. فقط نحن نكمل بسؤال اخير اللي كنتي كوتش شخصي اللي كنتي، بصراحه ما تشوفش خطوه التي لتدريب الاولمبي البيجي بعد لتوال الكلوب سي اس اس، والا لا تشالنج واحد اخر هذا؟ بالعكس انا راه انا موتيفي معناتها بتحفز اني ندرب في الاولمبي البيجي. شوف المدرب ما عندوش ستاندينغ، يجب يكون تلما موجود، اذا موجود الرغبه وموجودة لا باسيون وموجودة لا موتيفاسيون راهو المدرب قادر يدرب حتى في أقسام سفلى. الفائدة أنه يوجد ما يرضيه على المستوى الرياضي، ما يرضيه على المستوى المادي، وما يرضيه على المستوى الاحترافي، وهذا أهم شيء. إذا عندك البارامتر هذوما قادر أنك تحفز حالك، تتحفز من نفسك، لأنه في الأخير شفت انا بار اكزومبل ناتي ان اكزومبل راني اوروبيان معناتها شلوتي لا انتريني لي غران كلوب بعد رجع لي ايفرتون صحيح هاي وتوا رجع لي ريال. فوالا معناتها لي باسيون عند المدربين، الفائده انك تلقى لي بارامتر القواعد نتاع العمل نتاعك اللي انت ولا القواعد الشخصيه اللي انت تحب توصل لها، اذا تلقى هذوما تاب تخدم على روحك هذيك توت لا موتيفاسيون. اثنين ما ننساوش سلام زاد راهي في الماضي القريب اولمبي الباجي ستي ريجيون دو فوتبول صحيح قول لو فوي او نو ستي ريجيون دو فوتبول او نيفو دي كوب اللي هزتهم، او نيفو دي جوار اللي دخلتهم للي كلوب كبار في تونس، معناتها اون دوا با اوبلي سا. الوغ وزيد نحبوا نذكروا اخر حاجه انه القائمين على الاولمبي الباجي المشروع نتاعهم مشروع جدي واقفين عليه هما بكل جديه، فيهم ضمانات شخصيه، هذوما قادرين انهم ينجحوا خلينا نقول اونتر بارونتيز المشروع الرياضي الموجود هنا. كنت وصلوك اغراءات وانت دار في الاولمبي الباجي خليجيه؟ انا عندي معلومه اللي وصلوك زوج عروض، واحد من السعوديه وواحد اخر نسيت من شنو البلاد بالضبط، وانت ظهر لي ما قبلتهمش. ها بالضبط اللي كانوا كان التوجه نتاعي السنه هذه اني نكون متواجد هنا في تونس. كنت متعاقد مع الاولمبي الباجي واحد، بالرغم مازلنا حتى ما بديناش، وكنت في الوقت هذاك وير فاس العروض هذه قلت انت ما قلتش انا ما حبيش نجبدها جمله انا. يعني انا قلتها باهي كوتش. الاهداف شنو العام الجاي ان شاء الله؟ كيفاش؟ الاهداف مع الاولمبي الباجي ضمان البقاء والا بقاء مريح ولا شنو بالضبط؟ والله شوف سلام راي مهم برشا، انا بالنسبه لي انا ما نعمل نرسم الاهداف نتاعي الا بعد نهايه الفتره الاولى نتاع التحضيرات. وقت نكمل ملف الانتدابات نعمل المعسكر نتاعي الاول، وقتها تجم تطلبني اسلام على الرحب والساعه ونقول لك على الاهداف، وهذا الهدف هذه الحاجات هذه قلت حتى الرئيس الجمعيه سي كمال ويلي، وقلت له سي كمال رسم الاهداف يكون بعد ما نسطروا البرنامج نتاعنا نقوموا بالانتدابات نتاعنا، وبعد يوقع تنفيذ اهم فتره في التحضيرات، وقتها قادرين نجلس مع بعض ونرسم الاهداف مع بعضنا، لانه رسم الاهداف ما يلزموش يكون اعتباطي، يلزم يكون مرتبط بما هو عندك من وسائل، ويلزم يكون صعب لكنه في المتناول، ديفيسيل هي التنياب.
اذا يوصل يكون ديفيسيل ياتيني هذا ما نقدروش ما يش لعبه رسم اهداف او كلمه باش ترضي بها الناس لا لازم تكون فما مؤشرات تحترمها قواعد تحترمها وسائل تحترمها لي مويان نحكي في الوسائل الوغ في لي مويان هذوما يعني نخف عليهم لما نكمل جزء منهم وقت قادر اني نفصح على الاهداف المرسومه للسنه هذه في الاولمبي الباجي. اعطيك الصحه سي شهاب بالتوفيق ان شاء الله ليك للاولمبي الباجي في الموسم القادم. فما حتى شيء حتى ملاحظه على الكلام بالعربيه. لا لا ظلي عربيه مع الاخر معناها المره هذيا ما عادش فما فرنسيه ما عادش شنو سر التحول هذا؟ والله الباساج في الاردن. اي استنست الباساج تاع الاردن واللقاءات اللي كانت موجوده باستمرار لازم غادي تخليك تبيتريز اكثر تسيطر اكثر. يعطيك الصحه شكرا لك سي شهاب الليلي مدرب الاولمبي الباجي وبالتوفيق ليك الاولمبي الباجي خلال الموسم القادم. فاصل موزيكا شونج وبعد مكملين.